في الملاعب لا تفارق الكرة أقدامه، لكن خارجها لا يفارق هذا الكوب يده. علاقة فريدة تجمع النجم ليونيل ميسي بمشروب المتة. حاله حال الكثيرين من نجوم كرة القدم في أمريكا الجنوبية وشريحة واسعة من السكان في بعض الدول العربية، لا سيما في بلاد الشام. فما سر هذا المشروب وكيف وصل إلى العرب؟ كوب ممتلئ بنقيع أخضر اللون ومصاصة خاصة، هذا باختصار ما يصف مشروب المتة، لكن قصته لها أبعاد أكبر من ذلك بكثير، أبعاد اقتصادية وثقافية وصحية. تأتي أوراق المتة من نبات البهشية الباراغوانية، وهو نبات شجري دائم الخضرة لا يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار، وينمو في المناطق شبه الاستوائية وتحديداً في الأرجنتين والباراغواي وتشيلي. تقول الأسطورة إن آلهة القمر والغيوم نزلت إلى الأرض في زيارة لشعب الغواراني الذي استوطن المنطقة بين الباراغواي والبرازيل والأرجنتين قديماً. وهناك حاول فهد الانقضاض على الآلهة، لكن رجلاً عجوزاً من السكان المحليين تصدى له، فأهدته الآلهة مشروب المتة كعربون شكر له ولشعبه. منذ ذاك الحين وسكان تلك المناطق في أمريكا الجنوبية يشربون المتة بكثرة في قطينة مخصصة تتم معالجتها لإغلاق مسامها ومن ثم حرقها وتنظيفها. بعد ذلك توضع فيها كمية من أوراق المتة المطحونة أو اليربة، ثم يضاف لها ماء ساخن بشرط ألا يصل لدرجة الغليان، ويضاف لها سكر بحسب الرغبة، ويشرب النقيع هذا بواسطة مصاصة خاصة. المتة لم تبقى حبيسة القارة الأمريكية، ففي عام 1860 بدأت هجرة بلاد الشام إلى القارتين هرباً من الحروب التي سادت المنطقة أنذاك، وبعض من عاد منهم في عشرينيات القرن الماضي حمل معه تلك النبتة، فوقعت شريحة واسعة من أهالي سوريا ولبنان بحبها من أول رشفة، وبدأت تلك المناطق باستيرادها من دول أمريكا الجنوبية، وسجلت في عام 1936 أول عملية استيراد رسمية للمتة من الأرجنتين إلى سوريا. على الرغم من زيادة الاستهلاك بنسبة 7% فقط في الأرجنتين عام 2018، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 38% مقارنة بعام 2017، وهذا در عائداً قدره 90 مليون دولار أمريكي. وأحد الأسباب الرئيسية للزيادة المفاجئة هو سوريا التي تعتبر أكبر مستورد أجنبي لليربة في العالم. اليوم تنتشر المتة في مناطق بسوريا ولبنان والأردن، وأضاف البعض لمساتهم إليها بإضافة أعشاب أخرى كأوراق الزعتر والنعنع البري وغيرها. الدراسات التي أجريت على المتة وجدت أن نسبة الكافيين فيها أقل نسبياً من غيرها، فهي لا تتجاوز 1.5%، كما أنه لا يذوب في الماء، وبالتالي فإن أكثر من نصف كمية الكافيين يبقى عالقاً على الأوراق. مشروب المتة يعتبر مفيداً لآلام الصداع، ويوصف أيضاً لمشاكل عسر الهضم، والأهم أنه مشروب ارتبط بجلسات العائلة وتجمعات الأصدقاء. ماذا عنكم؟ هل جربتم شرب المتة؟